الروح زي ما بقول لحضراتكم، ادي الروح عمر طارق وسيف سمير. عمر كابتن عمر الفرحه حلوه وبعد غياب، بعد غياب ادي حركات برضه عمر عزب، الفرحه حلوه بعد غياب ست سنين الدرع. بس حاجه واحده، ده رد على اي حد يجي على النادي الاهلي ولا اي حد يحاول يغلط في النادي الاهلي، ده ردنا في الملعب، احنا ما بنردش باي حاجه ثانيه، احنا بنرد في الملعب، وده اي حد يجي على النادي الاهلي. كلمه لجمهور النادي الاهلي. احنا يعني ان شاء الله لسه اكتر، لسه في لسه فيه اكتر، مش عارف اتكلم معلش، لسه عندنا اكتر، ولسه بطوله افريقيا وكاس العالم ان شاء الله، وان شاء الله يعني نسيطر على كل البطولات لمده سنين طويله ان شاء الله. ابو ادم مليون مبروك يا ابو ادم، فرحه حلوه وبطوله غاليه وموسم بنحقق فيه كل البطولات. النهارده عايز تقول ايه؟ وبطوله غاليه قوي على كل جماهير النادي الاهلي. النهارده عايز اقول ان انا قلت في اول الموسم ان فاضل اربعه، بعد كده قلت فاضل ثلاثة، بعد كده قلت فاضل اثنين، كده قلت فاضل واحدة، خلاص مش هتروح بطولة تاني، مش هقول بقى فاضل كذا وفاضل كذا، خلاص خلصت، مش هتروح بطولة من جوه النادي الأهلي تاني إن شاء الله. كلمة لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب اللي في ظهركم في كل مكان، وقفوا معاكم في وقت صعب، عايز تقول لهم إيه؟ أقول لهم شكراً، الناس كانوا معانا إمبارح فعلاً، جولنا الفندق ودعمونا جداً بصراحة، وأقول لهم شكراً. وأقول لهم إن شاء الله نبقى قد المسؤولية دي، وإن شاء الله نقدر نفرح كل الناس تاني. كلمة للعيب رقم واحد اللي هو دايما في ظهرنا واستحمل الوقت الصعب عشان يعيش اللحظة السعيدة ديت، جمهور النادي الأهلي تقول لهم إيه؟ أقول لهم بص، أنا كنت عايز أقول الكلمة دي من بدري، إحنا من ساعة ما خسرنا الماتش اللي فات أي رسالة وصلت لي كانت دعم بصراحة، يعني أشكرهم، نشكرهم، إحنا حاسين بيهم، إحنا جمهور قبل ما نكون لعيبة، واشكرهم على الدعم اللي احنا عشناه ده، وان شاء الله نقدر نفرحهم اكتر من كده. اشكرك يا كابتن سيف، وبالتوفيق في المباراه اللي جايه، وبالتوفيق في كل البطولات اللي جايه باذن الله. الله باذن الله، شكرا. كلمه كبيره وكلمه مهمه جدا من سيف سمير، احنا جمهور قبل ما نكون لعيبه، كويس جدا يكون عندك اللعيبه اللي لمسه وقريبه من جمهور النادي الاهلي ولمسه نبض النادي الاهلي، لسه الفرحه مستمره ولسه لقاءاتنا مستمره من داخل صاله الدكتور حسن مصطفى. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.